انا جيت هنعمل دلوقتي عصير موز باللبن والشوكولاته. يا علي وعلى حلاوته، وسهل جدا والعيال هيحبوه قوي، ونبقى اكلناهم موز واكلناهم وشربناهم لبن، فاهمين قصدي، ومعاهم الشوكولاته كده حلوه قوي قوي في الخلاط، وكله هيبقى زي الفل. ايه بقى القصه؟ بصوا انا معايا موزتين ثلاثه كده، يعني يفضل يبقى الموز المستوي بقى خلاص، ما حدش هياكله ولا حاجه. هنحطهم في شفشق الخلاط، معاهم كوبايتين كبار من اللبن الحليب، معلقه كبيره من الكاكاو، كاكاو محلى، كاكاو خام، اي نوع كاكاو بتحبيه مفيش مشكله. معانا كمان رشة قرفة خفيفة خالص، محدش هيحس بيها، هي هتعمل كده شقلبة كده لذيذة وهتليق مع الموز والكاكاو، لكن لو عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة. ومعانا كمان بشر برتقان، ده بصوا بقى هيخلي طعمه تحفة، برضو عايزة تستغني عنه مفيش مشكلة. وعسل أبيض لو تحبه حسب الرغبة، وبس خلاص. لو حاطين الكاكاو محلى مفيش داعي نحط بقى عسل أبيض ولا سكر ولا حاجة، الكاكاو المحلى هيخلي يعني طعمه ظريف. لو هتحطي كاكاو خام يبقى طبعا حطي سكر او عسل ابيض عشان يبقى الطعم مظبوط، وبس ولا اي حاجه تانية، هتطلع معاكي مشروب خطير. لو الولاد عندك بقى ملهمش في القرفه ولا الكلام ده خالص، يبقى خلاص ما تحطلهمش قرفه. بس هو خلي بالك احنا بنحط تنتوفه قرفه، حتى بشر البرتقان حبه صغيرين، مش نحط كتير ويبقى العيال حسوا بالبرتقان على طول يقولوا ايه ده طعمه مش عارفه ايه. لا يعني خليكي كده ايه، حطي كميات بسيطة بتعمل تيست حلو من غير ما تغير طعمه وتخليه العيال ما يرضوش يشربوه، فاهمين قصدي؟ حاضر يا أستاذة لميس، حاضر يا أستاذة لميس، حاضر. اللبن كوبايتين لبن حليب، ولو ساقع هيبقى ظريف قوي. كاكاو وعسل ابيض، ماشي يا استاذه لولو كده، وبشر برتقان حبه صغننين بصوا كده، وسنه قرفه برضو، بس كده. ويلا بينا، بسم الله. نأسف على الإزعاج. ايه بقى معانا بقى ايه؟ المج ولا الكوباية اللذيذة دي؟ الكوباية دي يعني ايه؟ ترند طول الوقت وفي المحلات وفي الكافيهات وبتاع. ونحط بقى المشروب اللذيذ اهو، بسم الله. الموز بيتقل القوام بتاعه وبيخليه تحفة. بصوا بس كده. خطير. مش قادره اقول لكم، وانا بقى من عندي بقى كده عشان انا بحب البرتقان عادي مع الشوكولاته والموز. احط كده تاتش، هتغرق هتغرق، مش هتطفو على وش البتاع. استنى بس كده اهو، خطيره. ضروري تجربوا الموز بالشوكولاته اللذيذ ده، ان شاء الله يعجبكم. احنا عاملين هنا برضو كوبايتين حلوين، نحط ده في النص والحلقه خلصت.